سفير شبانيا تجي صنع سياسة ربي حاضر بون يا إيش إلياس لاعب سابق اتحاد العاصمة متكون في فريق جمعية طهران لعب في اتحاد الحراش ونصر حسين داي كلمة المواصلة تاع شباب القسم التهدي إن شاء الله ما جيتنا باش نفرحكم بإذن الله إلى ربي وإن شاء الله لما نفوز بالألقاب ونطلعوا كفريق شباب القسم التهدي وين بيسبق لي ثلاث كلمات تختار فريق شباب القسم ديالنا البقية تاع الروبي كم سنة؟ بون شباب القسم ديالنا غرون كلوب هادي اللي عندنا تحضر عليها وكاين اوسي المونغولير عمراني ومن تحصل على كثير من الالقاب وانا تمنيت كنت نتمنى نلعب عنده من هو غرون كلوب وكاين تاني الاستاد لازوني